مرحبا بكم في جديد من كتاب النشاط للرابع الابتدائي English for Iraq Fourth Primary Activity Book Page 50 and Page 51 من Unit 3 Lesson 8 من الوحدة الثالثة الدرس الثامن اللي هو الدرس الأخير بالوحدة الثالثة. يقول لك Look at the sports races باو على sports races story على قصة السباقات الرياضية Find these words واعتر على هاي الكلمات. عندنا ذلك الكلمات اللي حددت من الكماني loudly, carefully, slowly, quickly. راح اعرض لكم الصورة مع الصفحة مع الستوري وحاول تشوف تلقى شنو موجود قبل ذن الكلمات. نعم يقول لك what verbs come before each one شنو الفعل اللي يجي قبل كل واحدة من ذني. write the words اكتب الكلمات. عندك loudly, slowly, too quickly, carefully, loudly. loudly بصوت مرتفع, slowly ببطء, too quickly بسرعة, carefully بحذر, loudly بصوت مرتفع. اللي يجي قبلهن shouted loudly صرخ بصوت مرتفع, slowly run slowly, walked too quickly, walk carefully, cheered loudly شجعون بصوت مرتفع, walked loud, walk carefully يمشي بحذر, walk too quickly يمشي بسرعة, run slowly يركض ببطء. نعم هذا التمرين يعتمد على القصة اللي عرضتها لكم. عندنا اللي بعده write a word under each picture اكتب كلمة تحت كل صورة. عندنا الكلمات هنا slowly ببطء, quickly بسرعة, loudly بصوت مرتفع, carefully بحذر. هسه هنا اصاد اذاناتها اذا نفكو فد صوت مرتفع اذا نكتب loudly. هنا دي يغسلون للبيبي فلازم من يغسلون للبيبي شنو يكون carefully بحذر. نعم مثل ما تشوفون يركضون أكيد يركضون quickly. هاي تتمشي walk إذا walk slowly هي معروفة السلحفاة تمشي ببطء. نعم اللي بعده complete the sentences أكمل الجمل. number one يقول لك wash the baby هي الصورة بها يغسل البيبي wash the baby هاي الصورة إذا هاي number one wash the baby شلون يغسل البيبي carefully بحذر. number two don't talk to اذا صورة تدل على انه شخص يقدر يتكلم بطريقة معينة اذا هاي الصورة don't talk too loudly لا تتكلم بصوت مرتفع. number three the boys run الاولاد يركضون يعني هاي الصورة بها الاولاد يركضون هاي اذا هاي number شلون يركضون quickly بسرعة. اللي بعده it walked هي تمشي اذا هاي number 4 تمشي شلون it walked slowly تمشي ببطء. نعم هذا كل ما موجود عندنا بصفحة 50. عندنا صفحة 51 عندنا اوديو نسمع الاوديو نرجع لكم. Track 66. Listen, look, and say. 13. 30. 14. 40. 15. 50. 16 60 17 70 18 80 19 90. نعم مثل ما سمعت الأصوات عندنا
الأرقام من 13 إلى 19 وأيضا من 30 إلى 90. عندنا المقطع تين والمقطع تي واي. المقطع تين هذا اللي تحت خط وعندنا المقطع تي واي. عندنا المقطع تين يجي تخليه مع الكلمات من 13 إلى 19 يعني 13 14 15 16 17 18 19 كل المقطع تين ينتهي بالمقطع تين. إذا من 13 إلى 19 تنتهي بالمقطع تين. عندنا من 30 إلى 90 من 30 إلى 90 كله ينتهي بالمقطع تي واي. ينتهي بالمقطع تي واي يعني 30 40 50 60 70 80 90 تنتهي بالمقطع تي واي من 30 إلى 90. عندنا تمرين راح يدربك على هاي المقاطع حتى ما تخربط بيناتهم. يقول لك listen and write the numbers you hear. اسمع واكتب الارقام اللي تسمعها. Track 67. Listen and write the numbers you hear. 40 15 16 80 19 17 18 60 14 50. نعم مثل ما سمعت الاوديو انتقلنا الكلمات وطلب من عندنا انه احنا نكتب الكلمات. انا طبعا كتبها بالترتيب لكن انت تقدر تكتبها حسب ما موجود بالاوديو. عندنا 15 16 بالمقطع هاي من 13 19 17 18 14. عندنا المقطع تي واي 30 40 50 60 and 80. هذا التمرين طريقة حل التمرين. راح أعرض لكم صورة للحلول اللي موجودة كلها. احنا نكون وصلنا لنهاية موضوعنا لهذا اليوم. نلتقيكم في درس جديد وفي وحدة جديدة من كتاب الطالب وكتاب النشاط للصف الرابع الابتدائي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.